سلام حبيباتي، ألف سلام وألف تحية وألف ألف 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 مبروك بالنسبة لوليداتنا ونجاح وليداتنا. يعني نهني بصفة عامة جميع التلاميذ اللي اليوم نجحوا وداقوا يعني بنت الفرحة، يعني الذوق تاع الفرحة تاع يعني النجاح، يعني اللي ما تضاهيهاش فرحة. أنا بالنسبة لي فرحة النجاح هي أكبر فرحة في العالم. ونهني بصفة خاصة المشتركات تاعي ينجحوا وليداتهم، ونقول لكم ألف ألف مبروك، يعني تستاهلوا ألف تهاني يعني على تعبكم وشقاكم. يعني نفرحوا للتلاميذ، بصح أنا بالنسبة لي نفرح للأمهات، نفرح للوالدين اللي كانوا يعني قلوبهم معلقة، قلوب كانت معلقة. يعني ألف 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 مبروك، فرحت معاكم، ويعني كما قال آخر من قلبي العقوبة إن شاء الله. يعني المشتركات تاعي اللي عندهم وليداتهم كما أنا راح يجوزوا الباك، ندعيوا لبعضنا ونساندوا بعضنا بالدعاء. ربي إن شاء الله كما اليوم راني نهنيكم على يعني نهنيكم على النجاح تاع وليداتكم في شهادة التعليم المتوسط، غدوة إن شاء الله نهني روحي ونهنيكم إن شاء الله بنجاح وليداتنا في شهادة البكالوريا. نهني تانيك ولاد أختي إيمان وأيمن، نقولهم ألف مبروك حبيباتي، أني فخورة بكم وفرحانة بكم. نهني أوسي صلاح الدين ونهنيه يعني ونقول له ألف مبروك، جو سوي فيغ دو توا. نهني زهير أوسي، ونهني تانيك شيما يعني نجحت يعني في سانكيام اني، وجو بروفيت تانيك نهني كاملة تلاميذ تاع لي جابو يعني جي با يو لطون باش ندير اون فيديو. اليوم نهني الجميع كساسوا لي وليداتهم جابوا لا 5ام تاعهم ولا لي جابوا يعني ال 4ام تاعهم يعني شهاده التعليم المتوسط. وان غرو كوكو لشيما تاعنا، قولها الف مبروك كيما وعدتك، وان شاء الله يا ربي دائما من نجاح لنجاح. وتانيك بتاتخ معانا ناس يعني وليداتهم ما نجحوش، ونقول لهم يعني يعيشوا برك ان شاء الله. يفو با بيسي لي برا، سورتو سورتو يفو با بيسي لي برا ان شاء الله. يعني في يعني في العلم ما كاش حدود، ماشي هذا العام، العام الماجي. هذه يا اخواتاتي ان شاء الله يا ربي فرحه دائمه، وكل عام نفرح معاكم ان شاء الله بنجاح وليداتكم. على بالي واش راكم تحسوا، راني حاسه بكم، حاسه سانسيرمون. وان شاء الله يا ربي العقوبه الفرحه تاع الباك ان شاء الله يا ربي تدوم معايا اخواتاتي. ما تنسونيش، ونعطيكم يعني بوسه كبيره، ويعني واش نقول لكم، راني فرحانه معاكم. هذه يا اخواتاتي، ونقول لكم دركا كيما ما نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.